لا تزال محافظة البيضاء تقاتل رغم كل شيء. الإمكانية محدودة وخطوط الإمداد مقطوعة وإمكانيات العدو كبيرة. وحدها إرادة هؤلاء المقاتلين هي مدد وزاد المعركة وسر الإنجازات المهمة ضد الإنقلابيين في هذه المحافظة. مديرية الزاهر: ميدان مواجهة مع الإنقلابيين لم يهدأ. مساكن المواطنين في هذه المديرية كانت خلال الساعات الماضية هدفاً لقصف عشوائي من قبل عناصر الميليشيا الإنقلابية. فبحسب المصادر المحلية فقد قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح مساكن وممتلكات المواطنين في مناطق الأجرد والغول بالحميقان، وشمل القصف أيضاً مناطق كساد والغول وسوداء غراب. المقاومة في البيضاء ماضية في مهمة التحرير دون تراجع، مهمة يدفع ثمنها أبناء المحافظة كل يوم. فعلى مدى الساعة الماضية نفذت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح حملة اختطافات ضد المدنيين في مديريتي الطفة وولد ربيع. الاختطافات طالت 12 مدنيا من أبناء مديرية الطفة الذين تم نقلهم على الفور إلى أماكن مجهولة. واختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أكثر من 20 شخصا من آل أبو صالح بمديرية ولد ربيع خلال اليومين الماضيين. المعركة سجال في هذه المناطق التي حملت البندقية منذ الساعة الأولى لتمدد الميليشيا إثر انقلاب أطاح بالدولة في صنعاء وأدخل البلاد في دورة عنف يدفع الجميع ثمنها حتى اليوم.